وصلت حافلة أولى من المهاجرين الأربعاء إلى مدينة شاد الصربية القريبة من الحدود مع كرواتيا، وبعد إغلاق المجر لحدودها مع صربيا فعليا، ترفع الحافلات التي كانت تنقل المهاجرين من مركز الاستقبال في بريشيفو إلى المجر منذ مساء الثلاثاء لوحات تشير إلى وجهة جديدة هي مدينة شاد شمال غرب صربيا على بعد بضعة كيلومترات عن كرواتيا. وإذا تمكن المهاجرون من دخول كرواتيا فسوف فيكون على الراغبين منهم في التوجه إلى شمال أوروبا عبور سلوفينيا. ومعظم المهاجرين الذين وصلوا فجر الأربعاء إلى شاد من السوريين والأفغان، من رجال ونساء وأطفال من كل الأعمار، وقد دفعوا 35 يورو لكل منهم للرحلة من بريشيفو إلى شاد.